حلوه توتي دي، انا هبدا من توتي. ده معناه ان في تالق على الارض قوي جدا، صح كده؟ ابتديتي ازاي يا منى، واشمعنى الميني فوتبول؟ يعني خليني اعرف. انا بدايتي اصلا كنت بلعب 11 تمام، بس من سنتين اتاسس اتحاد في مصر، اتحاد الميني فوتبول، بالتحديد شهر 7/2019. بس الشغل الفعلي كان من قريب، لان طبعا كان في توقف بسبب كورونا، فاحنا سمعنا ان في لعبه في مصر ميني فوتبول بتاع، فتسجلنا في انديه تمام، واتعمل دوري من حوالي شهر واتجمع المنتخب. حلو جدا. بس هو اصلا ميني فوتبول في مصر بقى لها قد ايه تقريبا؟ سنتين. حلو قوي. طب ايمان، برضو خلينا يعني نعرف عنك اكتر، نعرف الناس اصلا انتوا بتدرسوا اشمعنى الميني فوتبول، بقى لك فيها قد ايه؟ انا اصلا بدات الكوره، يمكن انا من صغري وانا بلعب العاب قوه، وكان مؤخرا كنت هتسجل في النادي الاهلي العاب قوه، بس ساعتها اتجهت لكره القدم. لعبت ساعتها منتخب مصر بس ده 11، لعبت برضو تصفيات كاس عالم. بس طبعا الميني فوتبول شايفاها يعني فكره كويسه قوي انها تنزل مصر، وطبعا كابتن احمد سمير هو اللي اسسها، فبصراحه دي حاجه كويسه قوي، وان احنا نروح كاس عالم وفي اول مره لينا وناخد مركز رابع، فده طبعا انجاز. فنتمنى ان هم يستمروا على كده ويستمروا في الاهتمام، ونتمنى ان هم يعملوا حاجه يعني كويسه لينا يعني الفتره الجايه. البنات اللي بتحب الكره عامه، كره القدم، بيقولوا عنهم مختلفين. على فكره انا كنت بلعب كره وانا صغيره في نادي الطيران، فاحنا الثلاثه مش بعاد عن بعض فالفقره دي بتاعتنا. فهل احنا فعلا مختلفين ولا الموضوع ملوش علاقه؟ اصل مفيش حكر للرياضه على نوع معين. يعني هو احنا بطبيعتنا يعني كمجتمع شرقي، بنت بتلعب كوره يعني بتبقى مختلفه شويه، وكمان من زمان واحنا صغيرين يعني كنا بنلعب في الشارع، كان الناس بس تتفرج عليا، اللي هو انا مستغربه هما بيبصوا لي ليه، انا مش عارفه ان انا بعمل حاجه مختلفه. لما ابتديت اكبر وافهم ان دي حاجه سبيشال، فموضوع جميل جدا طبعا. بس ما كانش فيه في الاول مثلا رفض من العيله؟ طب ما تلعبي يا حبيبتي تنس، لما تلعبي، يعني ما حصلش حاجه زي كده؟ لا، انا اهلي دايما هم سبورت ليا. حلو قوي. وخطيبي كمان، يعني يمكن احنا مخطوبين كمان. انا مخطوب. طيب لا احكي لنا بالتفصيل بقى، انتوا اتخطبتوا وانت اوريدي كنت لعيبه كره قدم، بعد كده مين وتعرفنا فوق. كمان في خماسي، يعني احنا كنا لا ده موضوع بقى عظيم. هو لاعب برده ولا هو كان؟ هو لاعب، كان لاعب، بس هو حاليا انشغل في السياحه وكيلي، وجاب لي كذا عرض بره احتراف. حلو قوي. فهو لا هو بجد يمكن من اكتر الناس اللي هم سبورت ليا هو اهلي طبعا. ووالدي ما اعتقدش ان اهلي قبل كده قالوا لي ما تلعبيش كوره، لا هم دايما لا شد حيلك، هتعملي ايه مش هتعملي ايه. بصراحه يعني هم لولا هم انا ما كنتش تقريبا هوصل لحاجه، ولا كنت هفكر ان انا احترف او حاجه من كده. بس بجد يعني بحب اشكرهم، واشكر طبعا كريم عشان هو ماشي يا كريم، صباح الخير يا كريم، اكيد كريم بيتفرج طبعا. ماشي.